مشاهدينا الكرام، تحية طيبة في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم مواهب. بحثنا الدائم عن المواهب الموريتانية في شتى ربوع الوطن قادتنا اليوم إلى ولاية العصابة، وتحديدا في مدينة قرو. ضيفنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج مواهب موهوب في الحفظ، أتم حفظ القرآن كاملا وهو في ربيعه الثاني عشر. ضيفنا اليوم محمد يحيى والمحمد العاقب للسالك. أهلا بك محمد يحيى ضيفا على برنامج مواهب. مشاهدينا الكرام، نبقى الآن مع فقرة أصالة الرأي صانتني عن الخطل، وحلية الفضل زانتني لدى العطل. مجدي أخيرا ومجدي أولا شرع، والشمس رأد الضحى كالشمس في الطفل. محمد يحيى والمحمد العاقب للسالك من مواليد العام 1997 بمدينة قرو، كبرى حواضر العلم والعلماء في موريتانيا. محمد يحيى موهوب في الحفظ، ومكنه ذلك من حفظ القرآن كاملا، إضافة إلى حفظ عدد كبير من المتون الشرعية، رغم أنه لم يتجاوز ربيعه الثاني عشر، وهو خبير بأيام العرب وقصصهم وسيرهم وبطولاتهم. تلقى تعليمه المحضري في عدد من المحاضر الموريتانية قبل أن يتقر به المقام في محضرة أحمد بن حنبل، التي تعتبر اليوم نموذجا فريدا في تدريس القرآن ومختلف العلوم الشرعية. يشيد أساتذته بموهبته ويذكره أصدقاؤه بخير، وتعتبره ساكنة قرو موهبة فذة لديها قدرة فائقة على الحفظ لما يتمتع به هذا الصغير من سعة البديهة والنباهة. محمد يحيى يطمح لعودة موريتانيا سيرتها الأولى شمسا تضيء للعالمين حالك الظلام، ويعتبر هذا الصغير طريق السلف محجة بيضاء لا ينبغي للخلف أن يزيغ عنها تأسيا بالسلف الصالح. وفي سبيل ذلك ينفق هذا الصغير ساعات طوال، وأمله كبير في أن يتوج بعلمه مفتيا للديار الموريتانية. محمد يحيى، كيف تقدم نفسك للمشاهدين الكرام؟ كيف تعرفهم على نفسك وعلى موهبتك في الحفظ؟ أنا خلاقي سنة 1997، وبدأت القراية من 2007، وجيت المحضر 2007، بدأت نقرأ الحروف كيف اللي في الباي، ونين وفيت منه كتب تسبيح وسطرة وهنتين وثلاثة، نين حقت تسبيح وعدت نكتب أربع ونص، نين قدمت لين ذاك عدت نكتب ثمن، مرة نكتب نص ومرة نكتب أربع، وتوفني قدمت القرآن بهي الصفة، حاولت مولي نقرأ العلوم الفقهية بهي الصفة، لا نكتب سطرة واحد إن طيب عيني ذاك نوفا منها إنها أنه خال نكتب عيني مشي بها الصلاة فيها تلاك الكتاب يجدون عدل بها الصلاة فيها نعدلوا كيف اللي عدت القرآن. محمد يحيى، حد كيف كنت الحمد لله استطاع بفضل موهبته وبفضل سرعة بديهته وإصراره على أن يعود حافظ الكتاب الله عز وجل، وعود على معرفة واسعة بالعلوم الشرعية كاملة، تعرضت ياسر من المشاكل، وش هي الطريقه اللي استطعت بها انك توصل لهذه المرحله؟ استطعت بها اني نقول لكم في صحتي يوميتي. شوف، مع الصباح نجي الساعه 5 ونقضى لوح، كنت نقرا اني نلحق ستين سنه ونكتب بلده كتبه جديده، نجي تعود الساعه 8 نقضى راحه، كنت تعود الساعه 9 نرجع، كنت من نقرا هي العاشرة نبدأ في نصوص، كنت من نقرا نصوص نين يوفا نقرا حزب روحي والله حزمناه ونمشي، نمشي الساعة الثانية، كنت من نقرا إلى الساعة إلى العصر ونمشي، نرجع الساعة السادسة، كنت من نقرا نين عود عقب الساعة الساعة التاسعة والله العاشرة نمشي. هي هذه يوميتي. أهم الصعوبات اللي اعترضت طريقك يا بتوصل للمرحلة شنو؟ لا نبدأ في يوم نتيت نقرا ونتيت نقضى مشاكل ما هي من أجل القراية، يجي الأستاذ اللي يطمنك ما هي من أهم الصعوبة، نقرا من ذاك الوقت ونقرا نمشي ونرجع، لأن نتفرغ ما شاء الله، نرجع ونقرا
احمد يحيى، اللي تعرفنا على المحضر اللي تقرا فيها وطريقه التدريس اللي متبعه من طرف اساتذتك، واللي مكنتك انت انك تعود اليوم متميز بسرعه البديهه والحفظ. المحاضرة اللي تقرا فيها محاضرة أحمد الحمد، وطريقة التدريس اللي كنت نقرا فيها الصيغة اللي قريت بها القرآن قريت بها فقط العلمي. والمنهاج، كلمنا عن المنهاج الدراسي اللي يقرا لكم، الطريقة اللي تقراوا بها، والمواد اللي عندكم جديدة على خلاف مختلف المحاضر الموريتانية. أنا جيت محاضرة الطابيد، ومحاضرة أحمد الإسفاغي، محاضرة واكشوت، ومسجد مكعبة، ومحضرة أحمد بن حنبل اللي بيضغط. ندور المعلومات المتعلقة بمحضرة أحمد بن حنبل لأنها ميز المحاضر اللي مريت بها. شوف، لأني جيت حكم العتموه في القرآن، يقرروني العلوم الفقهية، كيف طيب نقبل دفتر الله نكتب فيه السطر الله انتين. كنت من طيب ومن لكن يطيب علي يبقى كيف تقول طبعا لا يطيب من الشيء زيادة من الطيب. وأنا قاعد مالي فاتك بصي جاك القرآن والله قبل العلوم الفقهية والسهل موزي جيت قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أنت قبل القرآن وتنسى من أنا ناسيك يا عم. وش راه لك أنك مستقبلا تتوقع عن نفسك تعود؟ وقع نفسي نعود عالم جاي كيف العلماء الشناقطة كيف أحمد سالم من أكل عدوز أحمد الحسن الدلو أبو الخطور. الله لك علينا طريقهم طريق مستقيم يجب على الناس كاملة أن تتبعوه. يجب على الناس كاملة تتبعوه لأنه لا يوصل موريتانيا لأنه لا يوصل موريتانيا العلم ذاك يعني موريتانيا أرض العلماء. ويالتكم انتم كمواهب تحافظوا عليك الصورة يا يعني متحد رأي فرصة من زاد صغير هو واستعمل الفكرة اللي هو فهيمة أنا قاعد زاد رأي فكرة من زاد صغير ما هو واحد في سبوحة قالت له عدد له فكرة العلم وماش ما خرج بله هو عالم يعود ما يستويد بس عنده أحكام صلة وعنده عود يفتي في الناس عود كل شيء عدو ما عنده مشكلة. المشاهدين يختاروا يتعرفوا على نموذج من هذه المتون اللي تحفظ. إن الكلام عندنا فلتستمع له مركب مفيد وقد وضيع أقسامه التي عليها يبنى اسم وفعل ثم حرف معنى للاسم بالخفض وبالتنوين أو دخول أل يعرف فقف ما قفوا وبحروف الجر وهي من إلى وعن وفي ورب والباء على والكاف واللام وواو والتاء والوول ولعل حتى والفعل بالسين وبين الناء وعند من إلى الأربعين نووي يقولون حديث من عن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. أنا عمي عبد الله يا بكبا دايم ولي حلك الوتات ودي قاف غط مع ليلو بلون هو الفريق اللي شجع شنو؟ الفريق اللي شجع محمد يحيى شنو؟ برشلونة برشلونة خرجتوا كلاسيكو لكن هالاخبار والله ولماذا عندك عنه هو يبقي برشلونة ليش؟ لأنه فيها ميسي ومن آخر؟ إبراهيم وفيتي وحولها صاحب اللي يقل بس الراي فالراي يسقى مباشر مدبوه ويسقى من فضل يسر ايش اللي نزل من عرف صاحب اللي يسن عرف نزل هذا واحد يحمي على الجبوة الله لا شوي دكونا شوي الشعر والمعلقات والفقه أخبر حد هنا فيه محمد يحيى قال عن فرنسي أخبرنا هنا فيه ويانا نشطه ونعرف لسان رسول الله خلنا كيف تعلم السياقة كيف بلاي كمبيوتر
زي مليد عندنا في قرو وسط الأخوة اللي انتم عايشين فيها.